سيد أوري، نذكر ما كان في عام 2009 في إيران، حينها خرج الأكاديميون حتى الطبقة الوسطى في إيران، سميت بالثورة الخضراء. الأمور الآن يقال بأنها تختلف، بأن من خرج إلى التظاهرات هي الطبقة المستضعفة الفقراء، ودعنا نقول بالتزامن مع ذلك هناك تصريحات إيرانية ذكرت خامنئي وروحاني، وهناك من يقول بأن هذه التصريحات تأتي من ضغط على النظام الإيراني بسبب تشكيلة المتظاهرين. بحسب نظري أنا أتفق كثيرا مع الأقوال قيلت هنا، هذه المظاهرات هي بالفعل انطلقت في الهوامش وفي الضواحي ومن الطبقات الضعيفة في إيران، محاولة أن تفهم من بدأ ماذا، من أطلق ماذا، هذا فشل معروف مسبقا. هناك العديد من الجهات والأحزاب التي تطلق وتدفع هذه العملية بالطبع، ولكنني أعتقد وبحق أن هذه المظاهرات هي طريقة الجمهور أو أن يعكس للنظام الإيراني الإسلامي أن هناك أزمة حقيقية، وأن يوجد هناك فرق كبير وشاسع بين ما يصرحه الزعماء وما بين الوضع الحقيقي، وأنه بالفعل يعكس أزمة حقيقية ومأساة حقيقية. حتى رين تم حسم الثورة، هنا الجيش الإيراني لديه الكثير مما يخسره في حال تغيير مبنى القوى. بالطبع يمكن أن نعتقد أنه في حال تصاعد الوضع في هذه المظاهرات ستدخل الحرس الثوري الإيراني، ولكن حتى الآن يبدو الأمر أنه متجه بالاتجاه المعاكس.